معكم مسامعتي مسامعينا، رجعنا ختامه جميل مع الجمال فقرة الأعشاب مع العشاب. سلامي وتحيتي لكل متتبعات ديالنا والمستمعين ديالنا العزاز والغاليين. شكرا على دعمكم، شكرا على محبتكم، ودائما تنذكر برقمنا الواتساب الناس اللي حابة نتفاعل معنا، أو حتى في الفقرة الأولى اللي كانوا حابين أنهم يبعثوا لنا أي سؤال، خصوصا لأختي خديجة نعود لك رقم الواتساب، كنتظر الدوسي ديالك صيفطينا على رقمنا 06 2004. أنا حاولت نجمع لك الأرقام بجيك سهلة، 06 2004 4. هذا هو رقمنا الواتساب، وتحيتي كذلك لكل الناس اللي كيدخلوا خصوصا في هذا الرقم هذا تبعتونا رسائل. شكرا للأستاذ يفتاح، مرحبا بهم، أهلا وسهلا. ربي يخليك. يا سلام يا سلام، مش خبارك؟ لا بس عليك ما تقولش تاني اللوغو ديال النشاط اليوم بدا جيتي ماشي اليوم والله العظيم النهار تعرفت عليكم وجيت من أول نهار، هذه 3 سنين تقريبا وأكثر من 3 سنين ولا سبحان الله العظيم. ربي كان جاي هنا بحال جاي شي مدرسة، ومشى مدرسة مدرسة داخلية، ناكل ونشرب وندير رياضة ولا فيسين وكل شيء. مرحبا بك سيدي، بصحتك وراحتك. فعجبو الحال في الكلام ديال الدكتور عبد الهاب زيزي، قال لي انا شوف انا كناخذ بالي من هادشي وكنقطع السكر. هذه 20 سنة والله، هذه 20 سنة حيت السكر، حيت اللي دام بصفه عامه الدار، يعني هادشي علاش محافظ على الوزن الشباب ديالك تبارك الله. شفناك بعين الرحمه اليوم، ربي يخليك ويعطيك الخير يا الله يدوم عليك. نصيحه من هذه المناسبه، نصيحه نقولها على الفم ديالك تي، من هذا الاثير هذا، راه الناس اللي بغاو يتهلاو في صحتهم ماشي تيوقع الواقع اللي يقول اش غندير، من قبل يتهلاو في صحته في طرف من صحته. اما ملي يوصل لواحد المرحله ديك الساعه كيلملم غير في الاضرار، اللهم بحدو باقي صحيح، ينقص الملح، ينقص السكر، شويه الرياضه، شويه حركه. من يقول رياضه ماشي عقلهم بعيد، لا بد من لاصال ولا بد من لونطريمون ولا بد من داك الشيء. كان تيقول خصني الماتيريال، خصني سبديله بلاتي. انا واحد قال لي كنتسنى شري بيكالا، يا ودي الله يهديك، راه كاين لا ماش احسن من 1000 بيكالا واحسن من كلشي. لا ماش هي رياضه ديال الناس البسطاء، سبحان الله عطاني واحد الله واحد جوج رياضات اللي واعرين، واحد ديال الاغنياء واحد ديال الفقراء. الاغنياء شنو هي؟ هي السباحه ناطاسيون، وديال الفقراء شنو هي؟ هي لا مارش المشي. راه هادو بجوج يكملوا بعضياتهم. ملي كيكون الانسان كيسبح راه الجسم ديالو كامل عضلات، ومن شعرو حتى لضفر رجليه كلشي خدام، كياخذ توازن فوق الماء. كذلك لا مارش، الانسان ملي كيدير تقريبا ديك 30 35 40 45 دقيقه ديال لا مارش، راه باش الجسم ديالنا ياخذ التوازن ديالو، راه كيبدا من المخ والتغذيه حتى المشطيه القدميات. وتصوري هذه العمليه خدامه 40 حتى 45 دقيقه، راه واحد الدوره دمويه كتموتيفا والجسم كيتموتيفا، والتنفس بعدا كتعاونك اكثر. دابا مع سبحان الله كاين اللي كينسى يتنفس، سير بغيت لك الرضا. دابا الحمد لله راه ولاو لي سباس فيغ، راه ولاو موجودين، راه ولاو حدائق. دقيقه ما خاتش والله الا ما قدمت الله تعالى دار بيضه، حداها البحر، حداها الغابات، حداها ها بوزكوره، ها البحر، ها لي سباس فيغ فين الوقت لات ونديروه. لا نخلقوه، عطيك نخلقوه سير بغيتك الا بغيتي الحاجه كتوصل لها. شكرا خويا يفتح، كانت هذه بين قوسين درت معك ضروري، ولكن بان ياك شويه. سلامي المستمعين ديالنا اللي حابين يتواصلوا معنا، اكيد على ارقامنا 05 22 30 30 00، او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33. الا بغيتوا تتصلوا، الا بغيتوا تطرحوا سؤال، او جربتوا ماسك من الماسكات ديال خويا يفتح وبغيتوا تجاوبونا، ما كاين حتى مشكل. هادشي كيساعدنا فرحات علينا، يتصلوا بينا ويعطونا حتى هما. دابا حنا باقيين في التشقيقه، يعطونا التشقيقه ديال المنطقه ديالهم، واش منطقه هما، واش كيضيفوا، واش كيزيدوا، داكشي اللي قلنا حنايا في البارح ولا البارح، واش كاين عندهم ولا ما كاينش، واش كيخترعوا شي حاجه اخرى. وضروري ضروري، راه كل بيت راه فيك في واحد المراه كبيره هي العمود ديال الخيمه، راه كتكون عندها شي معلومات غريبه عجيبه صراحه. كامل يستافدوا علاش معلوم نستافدوا. شوف اغلبيه المعلومات اللي كنخدم بها انا، اللي كنصوب هاد الوصفات خصوص الوصفات القديمه، كندير اعاده التاهيل ديالها، هي كلها كتخاد غير مع العيالات الكبارات اللي داو جابوا في الايام. ولكن سبحان الله عطاهم الله واحد التباته، واحد العقل، واحد الرزانه، كبدا تعود لك بالديتاي دو ديتاي، بالتفصيل وبالمناسبات لاش كيدار، وبالفرق بين النفقه وبين التشقيقه، كل حاجه لاش كدار. تبارك الله عليهم صراحه، يعني ما فيها باس اللي عندها شي ام ولا شي عدوزه ولا شي حاجه بحال هكا تواصل معنا ودوز علينا نهضروا معاها ونسولوها وتسولنا، مرحبا بها. يلا الخطوط هي مفتوحه، وحنا غادي نكملوا حديثنا هذا الاسبوع على التشقيقه ديال الشعر. حنا باقي التشقيقه، راه قلنا التشقيقه راه نخرجوا من العجب معجب، راه غنبداو ان شاء الله من 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 المملكه من الفوق فوق لتحت للشرق للغرب. فيها تغذيه، فيها ترطيب، فيها هذه كل الحاجات. فاش هضرنا البارح والبارح اش قلنا؟ قلنا الحنه والورد والقرنفل والريحان والخزامه وزن الازير، الزعتر، المريوت والعرعر، هذو كلهم رائعين، وخصوصا دابا حنا الاستعمال الخارجي راه ما نخافوش منها. زائد انك كيترقدوا في الزيت، ها وحده. زائد الحاجه اللي غنقولها كل حلقه، الا وهي بركه الوالدين في هذه الوصفات، هذو التركيبه ديال علم الجدات وعلم الامهات، هذه كناخذوها ككم وكبحده، بحال من
ملي كيقول مثلا وقت الصلاه علاش بقاو نسولوا على هذه الصلاه كيفاش ما كيفاش، لا كانوا دوك نصليوا علاش نزلت هنا بحال هكا لقينا جوج جودنا كيديروها ولقاو فيها نتائج دين يعني جسمانيه وعقلانيه وكلشي لقاو فيها راحه. حتى هذه الوصفات راه خديناها حتى هي مؤلفه من الاف السنين، لهذا ناخذوها هكاك ما نعقبوا فيها ما نلاحظوا فيها ما والو. شحال واحد يجي يقول لك لا ايوا ما نقدرش ندير هذه العشبه مع هذه العشبه، اه هذيك راه خدمتنا حنا، ولكن هذه كنوصلوا هذه المساله ديال الوصفات ديال العلم جدات والله حتى العلم كيبقى واقف. يا سلام صراحه. دابا سيدي غادي نديك الخريب كنتسراو شويه. يلا مرحبا على الناس خريب. لاله سعيده السلام عليكم. سعيده فينك؟ اه واخوي فتحت يقول لها سعيده. سعيده 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 مرحبا بك لاله سعيده. الله يبارك فيك. لاباس عليك؟ كي دايره؟ كلشي بخير؟ الله يبارك فيك. تفضل حبيبتي معك اخوي فتح. انا اختي عندي الطفله ديالي جافه. واش راه جافه؟ اي زويت كنديرها بحال هكا وصبح باش كنغسل بالصابون عاوتاني كيبقى لي نفس المشكل. واخ سعيده. نعم. شحال في عمرك بنتي؟ عندي 38 سنه. البصره عندك كيف دايره يعني في شيء؟ نعم جافه. واخا لا عرفت جافه. ما عندكش تصبغات شي تشققات حساسيه شي حاجه التهاب؟ لا ما عندي حتى حاجه غير البصره عندي جافه. باش نسولك سعيده نسولك. نعم. ما عندكش مرض مزمن تاخذي شي دواء مزمن ثاني تحبالها ثاني ديال السكر ديال طونسيون ديال الملح؟ كناخذ بعض الاعصاب. ايوا اوكي غنجاوبك نجاوبك صافي. سعيده فهمتك غنجاوبك. بغيت شي حاجه غنجاوبك غنجاوبك. تي ما نعطيكش الزيوت كاع يا الله، نعطيك حويجات اخرين فيها نعطيك واحد البريري ديال تي تشرب به ومعاه غنعطيك حويجات تشلي بهم وتغسلي بهم البشره ديالك وتنشفي بهم. راه رائعين رائعين رائعين. تهلا لنا سعيده. ويلي سعيده غنبداو مع البريري ديالتي. قلت لك تاخذ ديال العصب عيط تاخذي الطبيب ديالها ضروري. كنقول لا لسعيده ولا من غيرها الناس اللي عندهم شي مشكل وتصنتوا علينا ضروري ياخذوا الوصفات ديالنا باب السئناس، ولكن اللي عندهم شي دواء ولا كيشوفوا شي طبيب ولا شي تريتمون ولا عندهم شي ريجيم ولا شي نظام يبقاو متبعينه. غير حاجه واحده لا تواصلوا معنا مثلا دائما يعلمونا بحال هاد اختي يقول لنا شوف هذا راه عندي وها عندي باش حيت الحمد لله راه ملي كتبغي تعطي شي وصفه وكيعطيك المعلومات كامله قدامك كتولي تسيب لي كتولي المساله. نبداو مع سعيده هي الاولى. اول حاجه عندك مشكل ديال التوتر العصبي كما قلنا غتبعي دواك وتبقاي تبع الطبيب ديالك وكل شيء، ولكن غنزيدك واحد الحاجه شنو هي ضروري البريريد ديال العصر ضروري تولي تاخذيه. واش غديري فيه؟ تحيدي النعناع تخليها اتاي غديري فيها لاله بابونج ديري الحبق ديري مرد الدوش ديري عطرشه. العطرشه بالمناسبه فوق الشتاء كتكون خضراء وفوق مثلا في الصيف ولا ما يكونش الشتاء ولا شي حاجه راه كتباع كارمه مصاوبه في ديساشي. العطرشه ديري العطرشه ديري الحويجات اللي معروفين اللي كنديرهم يعني في الشريب ديال اتاي ديال العصر. ديري الكركديه اللي بغيتي ديري شي مشروب بوحدو مثلا وتحليه مثلا مشيت العسل ولا شي معلقه ديال السنيده ولا شي حاجه مثلا اللي بغيتي تحليه الكركدي رائع. ديري اللويزه حتى هي فعاله كتسولاجي وترخي وتقاد. شو دابا الوليدات وري اللي عندهم جهاز نقولوا جهاز هضمي عندهم مركب وباقي صغير ماشي اي حاجه تاثر فيه. الا جاتو شي مغص ولا وجعه ولا مبغيش نعسينا كنعطيو معلقه صغيره ديال مرقد ديال اللويزه كيشربوا كيرتاح. لهذا سعيده غنعطيك واحد البريد ديال اتاي تشربيه مع العصير. غنعاود نفكرك بالعناصر راه موجوده وكنشربوها حنا المغاربه كاملين ما كنخبيو حتى واحد. كاين البابونج مرد الدوش العطرشه نقدروا نزيدوا اللويزه دير الكركادي اللي بغات ديروه بوحدو تغليه وتحليه باش ما بغات تحليه من فاس السكر مثلا تحليه باش ما كان وتشربوا كمشروب وديروا في الثلاجه تشربوا بارد. الكركادي تو رائع رائع رائع. وقلنا كيما قلنا دير اللويزه هادو تولي ديروا دائما من العصر العصر البريد تشربوا. الا درت براد كبير تشرب هي وليداتها وراجلها كلشي سولاجا ويلي. البابونج بحال سميت البابونج كنقول حنا كلمه البابونج من كلمه البابونج فاش كتفكرك اللي كنبغي ندير عامل شي واحد كنفتحوا لي اش كنديروا لي قبل البنج البنج بابونج شو المغاربه سموه البابونج اما الاسم ديالو في اللغه العربيه اسم اخرى. علاش الناس كيشربوه كيتسولاجاو كيترخاو هذا الكلمه جات اسقاط ديالها عرفتي اللي علم اسقاط في المغرب هذا شنو اي حاجه ولا اي نبته مثلا عندها شي شبه ولا شي حاجه كتشبه لينا ولا عندها شي امتداد لينا حنا الا وخدامه لينا يعني بحال البابونج بحال مرد الدوش بحال العطرشه بحال مثلا اللويزه هادو يشربوا عاديين راه ما تخاف منهم ما والو يعني كم كاينين عاديين الا بغيتيهم ديتيزا انت تباعوا
شباب ونجمو حاجه بلاتي يعطيك رضا فكرتيني راه ابتي راه خدامين فيهم كنصاوبهم كاع كيتباعوا كيتصاوبوا ديال اتاي بوحدهم ديال القهوه بوحدهم راه فعالين هذا كشريب هذا باش تسولاجي وباش تساعدي راسك بداك الفاني تبقاي تشربيه وطبيعي تبقاي تعدو. دابا غنجيو قلتي الزيت اللي حنا نحيدو لك الزيت حنا غنعاودو نرجعو لك الموضوع القديم الجديد ديالاش هو اللي كنت هضرت مع داك السيده البارح هو البارح ثاني هو العصير ديال الخضر البرتقاليه ما تطيحوش بالكم راه ما تنقولهاش وكنعاودوا بالعتيبه عباد الله الخضر الورقيه راه راه حاجه فعاله نجيبوا كميه اللي بغينا من الخضر لقينا خضر ولقينا فواكه برتقاليه نجيبوا شويه 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 ونديروا في الطحان ونزيدوا كاس ديال العنبه ونزيدوا واحد معلقه ديال العسل ومعلقه كبيره وندير معلقه صغيره ديال خل التفاح ونطحنوا كلشي ونصفيوه هذا راه علاج فعال فعال ومغذي مغذي مغذي هذا ما يستثنيكش على انك تقاد النظام الغذائي ديالك تشرب الماء بكميه متوازنه وكميه معقوله عندك واحد التويه بالنسبه للماء دائما دير واحد قريعه ديالك تكون ديال الزاج فيها ماء معقم ولا يعني لوديسي اللي مقطر ولا ماء معدني مثلا ديريه فيها في قرعه ديال الزاج وديري فيها واحد تقريبا ثلاثه الوريقات ديال النعناع ما فيها بس ثلاثه وريقات النعناع لوحين فيها وبقيت تشربوا فيه هذاك الماء تشربوا فيه من الصباح حتى العشيه النعناع كيعطي الانتعاش وكيعطي التهويه وكيعطي سولاجمون وزائد شوف سبحان الله ملي كنديروا النعناع ملي كيكون مسكه ولا شي حاجه وكنضغوه الفم ديالنا كيحسوا به ويلي هو غادي جاي لهذا ما تنساش القضيه ديال شرب الماء بكميه يعني معقولة زائد ديري هذا الخليط هذا ديال الخضر اللي كنقولها وكنبقى نعاودها علاش كنبقى محكر عليها دائما هذا كيتقام رخيص ولكن النتائج ديالو واعره 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 وكذلك تشرب الماء كما قلنا بكميه معقوله ودير واحد ثلاثه طريقات ديال النعناع ماشي العرش ديال النعناع بعود وكل شيء ليه لا غير الوريقات دائما العود نحيدو ونخدو غير الوريقات ثلاثه خمسه المهم عيني مزيانه ونبقاو نشربوا فيه من الصباح حتى العشيه هذا ان شاء الله باذن الله ولا وادمتي هذا وتبعتيه خصوصا هذيك العصير ديال الخضر البرتقالي درتيه يوميا على الاقل جوج حتى ثلاث مرات في النهار البشره غتغدى وغتقوى وغتولي مرنة وتولي فليكسيبل اللي دوزي واحد كاجور ولا 20 يوم بعدا عاد باش تولي ديري مساج خفيف شي زويته خفيفه وننصحك باش بالزيت ديال زريعه الكتان هذا وفي الصباح درتي واحد الخطا كبير قلتي قبيله شنو هو ملي قلتي الصباح كتغسلي وجهك بالصابون عباد الله كنقول للعيالات والرجال والبنيات تاعنا وجه ديالنا في الصابون بالصابون كنغسلو مره واحده في الاسبوع فقط راه ما عندناش شي حاجه نديرو غسله بالماء نشفطوه بالماء مزيان وهي بشرتها ناشفه وديت الصابون كينشف الصابون اذا واخا دير اللي دارت لهذا ننصحها دابا تبدا بهذا العصير ديال الخضر البرتقاليه تعصرو وتزيد فيه معلقه كبيره ديال العسل ومعلقه صغيره ديال خل التفاح وكاس ديال العنبه وطحن كلشي وتصفيه الكميه تخرج ليها وتمسح بها هي دوز مسح بها وجهها تقريبا جوج حتى ثلاث مرات في النهار لمده 15 يوم حتى 20 يوم من بعد 20 يوم اللي تمشي تجيب زيت ديال زريعه الكتان تولي تماصي به تبغي تنعس والصباح لاله سعيده ما ديري لا صابون ما ديري ما ولا الصابون خليه مره واحده في الحمام لا فقط لا غير حتى البشره تقوى وتصحاح وتولي مرنة وفيكسيبل وتولي ناديه من الداخل ومن برا ديك الساعه ماشي ديري صابون ديري اللي بغيتي مرحبا شكرا لك خويا افتح الجواب تحيتنا لسعيده وشكرا لمكالمتكم اكيد حنا غير ضيق الوقت كنبغيو نعطيكم كم كبير ديال المعلومات ولكن بامكاننا نبقى معكم هنا مده طويله نستقبلوا غير مكالماتكم واتصالاتكم ماشي مشكل طيب غادي نمشيو بسرعه ناخذ الوصفه ديال اليوم مرحبا شنو مجدين اخويا حنا لا هضرنا البارح اش قلنا كما نعاودها كاين الحنه هادي باقي حنا في التشكيكه عقلو مزيان في التشكيكه الحنه القرنفل الريحان خزامه الازير كاين الزعتر المريوت العرعار كاين عيالات اخرين طلعوا لي طاب لا بار طلعوها الفوق شويه قال لك سيدي مزيان وليدي الله يرضي عليك هادو زوينين ولكن حنا اش كنزيدو قلت لاش كتزيدو لاله قلت لك سيدي كنزيدو الثومه كنجيبو الثومه كنقيوها وما كنقسموها ما نقردو مولو كنسيبوها صينه مع هذا الخليط الثومه ومعلقه صغيره ديالاش ديال القطران زيد لاله ومعلقه صغيره ديالاش ديال لازاز هاد لازاز هضر في اخذ ورد وكلام مناسبه نساو في المرود الشعبي داخل في المرود الشعبي كنديروا الويدات الصغيرين يلاه تزادوا وحتى كيدخل حتى في التغسال ديال الموتى يعني لازاز رائع الفائده ديالو شنو هو مرطب رقم 1000 شي هاد لازاز بوحدو تجيبيه وتطبخيه راك غتلاحظي انه كيطلق دوك الريوق ديالو وديك الكشكوشه ديالو وداك الغراء ديالو كيطلقوا هذاك اكبر ديميلور واحسن ديميلور رائع وكنفرشوه للوليدات تعقلي ملي كيكون الوليدات الصغيرين كيجيو بصفير كنسمو نديرو لهم كنجيبو هاد لازاز الوريقات كنفرشوهم وتنغطيهم بشي ازار اللي كنجيبو ديك التربيه نحطوه فيها واحد 3 ايام كينعس فوق منهم وسبحان الله دقه بطله مع الناس اللي الوليدات خصوصا كنهضر على الوليدات الصغار بالنسبه للبوصفير زائد هذه ما يغنيهمش على انه دائما زياره الطبيب ودائما استشاره ديال الطبيب ودائما ياخذوا ادويه ديالهم هذه كتبقى نقول لهم واش الوصفات اللي كنعطيهم هنا ياخذوا عباد الله من باب السنه هادشي كان زمان هادشي راه تقليدي قديم هادشي قال دخل في المرود الشعبي اييه
رجعوا لي من ناحيه فهاد الشقيقه هادي ملي غنديروا مرطب فعال رائع 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 يعني اللي تقصف ولا عندها شعر هذا التقصف يعني. شوف هذا التقصف غدير جوج حويجات غتاخذ السانوج وتاخذ لازاز. بالمناسبه السانوج هو راه داخل في الشقيقه نبدا نعطيهم التركيبه ونعطيهم فوائد ديال قلت لك العيالات هادو ملي قلت لهم هاش كنديروا هاش كيديروا اش كيديروا قلت لك اه مزيان ولكن كنزيدوا شنو هو قلت كنزيدوا ثومه كنشدوا ثومه نفركوا في صيص كنلوحوا فيها ثومه فاصه الثوم وكنزيدوا معلقه صغيره ديال القطران ومعلقه صغيره ديال لزاز مطحون ومعلقه صغيره ديال السانوج مطحون. ملي نقولوا هاد التركيبه هادي لزاز حنا هضرنا عليه مقوي مكتف الشعر ومطهر كذلك حتى الفروه. نقولوا قطران القطران اول حاجه كيعطي واحد اللمعان للزغبه رائع رائع كما كان اللون ديالها مثلا بحال اللون ديال شعرك تنقولوا عسلي كيعطيك داك اللمعان العسلي ديال الشوكولا. كاين لون شعر غرابي كيعطيك داك اللون ديال الغراب اللي مع الشمس كيبقى يبان لك الامواج فيه. كاين لون نقولوا شاتان ولا شي حاجه كيعطيك سبحان الله داك اللمعان زائد بعدا كاين هو منظف ومطهر ومعقم ديال الجدره ديال الزغبه الفروه وكيحيد منها كذلك حتى دوك البوتور دوك الحبيبات اللي كيقول لك عندي حبوبه كتنوض لي هنا بحال حب شبيبه كتنوض لي هنا تنوض لي هنا راه قبط لا هذا القطران هذا القطران رقيق اللي هذاك ما فيها باس يدخلوه. وبمناسبه راه كيتباعوا قطران كيتباع قطران شامبوان فيه قطران هذاك اه فيه قطران ولكن عندي واحد التويو واحد النصيحه يجيبوا هاد الشامبوان فيه قطران ويزيدوا معلقه صغيره ديال القطران فهاد القرعه ديال فيها قطران ديال شامبوان قطران يزيدوا معلقه صغيره. قولي علاش حيت هذاك المركب هذاك الشامبوان الناس مصوبينو دايرين معاه واحد الحويجات اللي كدير المزج وكدير الخلط وكدير الاذابه ديال العناصر خصوصا كيعتمدوا على القطران باش يندمجنا مع ديك التركيبه. ياك هما دايرين القطران حنا ندوزيو القطران نزيدو معلقه صغيره وناخذو ونحطو ونغسلو به حنايا وليداتنا كاملين غيستافدو من جوج حوايج الاولى التطهير والتنعيم وكذا الشعر زائد العنايه باش بالفروه وبالجدره لا قشره لا بوتور لا حساسيه لا حبيبات صغيرين لا حتى حاجه. وكذلك غنحصلوا على اللمعان ديال الزغيبه. غنجيو للسانوج فهاد التركيبه راه باقي عندنا السانوج. السانوج كيدخل فاش كيدخل في الصباغ ديال الشعر. البارح كنت غنقولوا للسيده ولكن ملي قالت لك دايرت هي القشره ديال الصفصاف حيد لها السانوج هذاك السانوج حتى هو كيمنع لكن الزيت تاعو الا درناه واحد المده طويله بالمناسبه ما يديروش الزيت تاعو مباشره بوحدو علاش قلنا الزيت اي زيت عطري مجهد كان دائما نهرسوه بزويته ناقله زويته خفيفه. هذا لو بدو مثلا زيت ديال السانوج مع زويته اخرى ناقله كي راه دابا ولي حفظوا نوار الشمس زيت ناقل نبداو من نوار الشمس زيت الارغان زيت البلديه زيت اللوز الحلو زيت الجنجوبه زيت الراشيم زيت اي زيت ناقل ما فيهش الريحه زيت جلجلان جوج معالق كبار من هذا الزيت ناقل معلقه صغيره من زيت السانوج يولي ماصيب الشعر ديالهم راه كياخر لنا الشيب وكيغلف لنا الزغبه. مرحبا خويا افتح معنا فاتحه. مرحبا ياك افتح لنا كاملين يا رب امين. لاله فاتحه السلام عليكم. لاله فاتحه في مشات يا الهي قطعت علينا ايوا حطولنا عليها. مرحبا سمحوا لينا لاله فاتحه ما كاين حتى مشكل تكون شي مكالمه قولي نحبس الهضره ونسمعوا هما الاولين ان شاء الله. غادي نكملوا الوصفه ديالنا ما شرحناهاش مزيان خويا افتح نعاودوا المقادير ديالنا نعاودوا المقادير. دابا ملي غنبداو نعاود المقادير غنبداو نعاود المقادير من الاول لاقاش اصلا هي سقله واحده تشقيقه واحده راه من راسها حتى لرجليها يعني هو لهم بشويه باش هكذا يقيدوا معنا انت غنبدا معاهم من الاول وان شاء الله ما غتكون عندنا حلقه ان شاء الله اللي غنعاودوها كامله بالتدريج. كنبداو لاله هذه التشقيقه اللي رقم واحد العاديه اش كنديروا فيها كنديروا فيها الحنه والورد والقرنفل والريحان والخزامه. كاين ناس اخرين زادوا على هادو يقول لك هادشي مزيان وخاصنا نزيدوا حوايج اخرى. زادوا الازير زادوا الزعتر زادوا مريوت وزادوا عرعر. كاين شي عيالات كبار من هادو خاطرات على هادو قال لك اسيدي هادشي مزيان ولكن نقدروا نزيدوا حوايج اخرين انت شناهما قال لك اسيدي نزيدوا الثومه ونزيدوا القطره الرقيق ونزيدوا لازاز ونزيدوا كذلك السانوج. وتصوري هاد التركيبه هادي رائعه كلها مجموعه فاش في التشقيقه وهذه كامله راه كتخمر في زويته. وكما قلنا هذه احنا مازال غنعطيهم تشقيقه اخرى ان شاء الله غدا ونقدر نكملوا حتى الاسبوع ما جاي ما كاين حتى مشكل. دابا يجمعوا هاد الكميه ودائما من حدنا كندوزيو في العناصر الاخرى ديك الساعه الحنه كندوزيوها. في الاول كنا نقولوا لهم الحنه معلقه صغيره دابا ان شاء الله باذن الله الحنه غتكون معلقه كبيره. علاش؟ تقريبا 10 ديال العناصر ومع 8 العناصر كل معلقه كبيره معلقه كبيره ما فيها باس ندوزيو الحنه باش نستافدوا منها. الحنه هي راه هي علاج راه قبل ما تشوف قبل ما الحنه تكون ديال النقش وداك الشيء راه علاج راه فيها عناصر دابغه زائد ان عناصر راه تنجيه وزيوت الطياره وفعاله في علاج الطفح الجلدي وكتقوي الجلده. عقلتي المثال اللي عطيتك على
السي محمد الرويشه الله يرحمه كان كيدير الحنه الصبع ديال الدو باش كيعزف على الوتار حيت الوترات ماضين كيجرحوا كيدير الحنه باش ديك الجلده تقصح ليه. مرحبا شكرا خويا فتح الله يحفظك. يعني كنجبدوا في حديثنا بزاف الحويجات زوينه تياخذنا معاك الحديث ونتمنى وان هذا الحديث يكون كيعشقوا عدد من المتتبعين ديالنا ويعطيونا وديناتهم ويسمعوا معنا ويطبقوا هادشي ماشي فقط يتقيدوا. جربوا الله يرضي عليكم وردوا علينا الاخبار. نتمنى يا ربي تكون افاده عامه لكم كاملين. وغدا ان شاء الله لنا تتمه ان شاء الله نكملوا الاسبوع الماجي حنا معاهم ان شاء الله باذن الله. هاد التشقيق هادي غنديروا اليوم ان شاء الله كامله من راسها لرجليها. عايصبروا معنا شويه وصافي ان شاء الله. لك جزيل الشكر خويا فتح عشاب. وفقره الاعشاب مع العشاب انتهت في هاد اللحظه هادي. نتمنى لكم التوفيق نتمنى لكم دائما الصحه والسلامه.